مرحبا، رح نحضر اليوم وصفة مميزة شهية جدا من المطبخ الهندي. تابعونا لنحضر أطيب بتر تشيكن. نحتاج 400 جرام صدور دجاج مقطعة لشرائح، نضيف لها ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة كبيرة بابريكا، ملعقة صغيرة بهارات مسالة دجاج، فصين ثوم، ومنخلطهم منيح. بالمقلاية على نار متوسطة بضيف ملعقة كبيرة زبدة، نضيف الدجاج وبحركه ليستوي تماما. بالمقلاية رح ضيف ملعقة كبيرة زبدة، حبة بصل، 5 حبات بندورة، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بابريكا، نصف ملعقة صغيرة مسالة دجاج، 200 ملي مي، ملعقة صغيرة زنجبيل، كوب كاجو، 200 ملي كريم الطبخ. بعد الاستواء بضربهم بالبلاندر وبصفيهم وبضيف الدجاج. وهيك وصفتنا جاهزة للتقديم. جربوها وألف صحة وهنا.